السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسط ما يلي: أ تساوي 0.56 في 5 أس 7 في 2 أس 6. أ تساوي 0.56 في 5 أس 7 في 2 أس 6. إذا نقوم بتبسيط أ. أ يساوي كما تلاحظون ضرب تبادلي، إذا يصبح لدي أ تساوي 0.56 في 2 أس 6 في 5 أس 7، ضرب تبادلي. الآن لدينا هنا نفس الأس 6، الأس 6 الذي هي عملية الضرب، فهنا الأساس 0.5 أضربه في الأساس 2 وأحتفظ بالأس. لماذا؟ لأن أ أس إن في بي أس إن يساوي أ في بي الكل أس إن. هذه القاعدة التي طبقناها في 5 أس 7. الآن أحسب ما بداخل الأقواس. 0.5 مضروب في 2، 0.5 مضروب في 2 هو 1، 1 أس ماذا؟ أس 6 في 5 أس 7، وواحد أس 6 هو 1 في 1 في 1 في 1 في 1 في 1، يعني هو 1، وواحد في 5 أس 7 نجد 5 أس 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.